تعالوا بقى نتكلم عن حاجة تانية برضو ليها علاقة بصحتنا ومهمة قوي، ان الناس كتير بتفضل انها تشوي اللحمة على الفحم. يقولك يا سلام اللحمة ما تبقاش لحمة لما تتشوي على الفحم وتشم ريحتها كده على الفحم. طبعا ده في ناس كتير بتعتبر ان ده طعام هيلسي او صحي ملوش اي اضرار، بس المفاجأة ان في دراسات اكدت ان الشوي على الفحم بيعرضنا للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، وعشان كده لازم الناس تاخد بالها كويس جدا ما تكترش في شوي الأطعمة على الفحم. من المشاكل الصحية اللي ممكن تكون بتسببها شوي اللحمة على الفحم هي احتمالية الإصابة بالسرطانات، زي ما جمعية السرطان الأمريكية قالت، لأنه تقطير الدهون على قطع الفحم الساخنة بيؤدي إلى تصاعد الأدخنة المكونة من الأحماض الأمينية، وطبعا الأحماض الأمينية دي بتكون سامة ودي أحد أسباب الإصابة بالسرطانات. كمان التعرض لأدخنة الفحم بيكون سبب في مشاكل خاصة بالقلب والأوعية الدموية، وده بيرجع للجسيمات الدقيقة المتصاعدة من أدخنة الشواء والمحملة بغاز ثاني أكسيد النيتروجين. طبعا حاجات كتير قوي لازم نكون عارفينها ونكون عارفين إحنا بنتعرض لإيه أو بنعرض نفسنا لإيه. فخليني برضو نعرف أكتر من دكتور عماد فهمي معانا على التليفون، استشاري التغذية العلاجية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عماد. أستاذة نور، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك، أهلا بيك، منورنا في إنتي. ربنا يخليكي. في البداية يا دكتور، هو فعلا الشوي على الفحم ليه أضرار جسيمة كده، وإيه هي الأضرار دي لو ليه أضرار فعلا؟ أنت عارفة حضرتك يا أستاذة نور، ما فيش حاجة في الدنيا ملهاش عيوب. لسبب بسيط جدا، إن إحنا عايشين في الدنيا مش في الجنة. طبعا. فطبيعي هيطلع لنا عيوب. لو هنمسك كده واحدة واحدة، الفحم أولا. تمام. الفحم ده عبارة عن نشا على حجر جيري، على نترات صوديوم، على كربون. بنحرقه ونولع فيه. فالراجل اللي بيولعه ده ممكن يجيله مشاكل صدرية وحساسية على صدره، وممكن يجيله مشاكل قلبية ونوبات قلب من الدخان، وكمان بنأذي البيئة أذى مباشر من الدخان. دي أول حاجة وأسهل حاجة. ده أذى مركب لكل من هو محيط بالفحم الوالع ده. بالظبط. الفحم نفسه وهو بيتحرق بقى، بعد ما مولع فيه ويتحرق بيطلع منه مواد زي البنزوبيرين A والبنزوبيرين E. دي مواد مسرطنة. لما بتتحرق ويطلع وتطلع المواد دي مع الدخان بتدخل جوه قلب اللحمة اللي أنا باكلها. فأنا باكل لحمة مدخنة بمواد مسرطنة من الفحم. طب اللحمه نفسها بقى وانا بشويها وشويه الدهون اللي فيها اللي بيقعوا دول، شويه النسيج دول اللي بيدوبوا ويقعوا ويقطروا وينقطوا على الفحم الملتهب ده، دي عباره عن احماض دهنيه، لحمه بتنزل ملتهبه على فحم ملتهب مليانه مواد مش كويسه، لان هي احماض امينيه محروقه، بيطلع دخان نتيجة الفحم والدهون دي. أحيانا بيعجب بعض الناس، بس دي مكونات اسمها الهيدروكربونات السامة، مواد سامة احنا بنقعد نستنشقها للي قاعد بيشوي، وجزء منها برضه بيدخل في اللحمة للمرة التانية. يبقى في جزء دخل من الفحم وهو بيتحرق، وجزء دخل من التفاعل اللي طلع ما بين اللحمة والدهون اللي متأثرة اللي بتنزل على الفحم. طب الفحم المشتعل ده زائد الدهون اللي طلع دخان، لما بيتفاعلوا مع بعض بيطلع مواد تانية اسمها هيتيروسايكل، بتطلع مع الدخان برضه تدخل جوه اللحم وبرضه مسرطنة. يعني شوفي كام حاجة، يبقى الفحم طلع والدهون اللي نزلت طلعت، ولما اتفعلت الدهون مع الفحم طلعوا دخان، ادي ثلاث حاجات. رجع تصاعد تاني فلزق في اللحمة بقى اكيد. واللحمة عمالة تشرب الحاجات دي. الأجزاء كمان اللي احنا بنحبها في حتة الكفتة ولا في حتة اللحمة اللي بيقول لك دي محروقة، دي مقرمشة، دي أخطر حتة، دي مليانة ثاني أكسيد النيتروجين، يعني برضو أدي حاجة ثالثة ولا رابعة مسرطنة، واللي هيعمل ناصح وهيطلعها نص سوا أو يقول لك لا أنا مش هشويها كويس، هو بيعرض نفسه لطفيليات، وبيعرض نفسه لمشاكل لحمة نية، سالمونيلا بقى وتينييلز وتوكسوبلازميس وعدي طفيليات وأمراض مش هتخلص. إنما ما ينفعش نقول كده ونخوف الناس يا استاذه نور، وبرضه الناس هيشوا، بس ننصحهم. يعني نقول لهم اللي مصمم يشوي على الاقل في مكان مفتوح، مش جوه اوضتك ولا جوه شقتك ولا لا،
اوبن تمام. اير عشان شويه الهواء دول يبعدوا عنك شويه ويبعدوا عن اللحمه شويتين. تمام. وانت بتحط اللحمه لو في حد كده بيحب المشاوي وبيقعد جنب واحد بيشوي لحمه او الناس صحاب المحلات تلاقيه مش بيحط اللحمه مباشره على النار، تلاقيه حاططها على جنب وانت تستغربي هو ليه مش حاططها على النار مباشره؟ يبقى بعد عنها النار، هو ده ذكي او اتعلمها من الناس اللي قبل، هو مش عايز يحروق اللحمه ومش عايز كمان كميه زيوت كتيره تنزل على الفحم فاللحمه تشربها، يبقى باعتها على جنب. في اللي اشطر من كده فده بيبقى كمان احسن شويه من ان هو من انه بيبقى مباشر عليها. تمام. الضرر اقل. طب كويس. في الشاطر اكتر اللي بيجيب شوايه متعدده الطبقات، يحط اللحمه من فوق مثلا والخضار من تحت، فكده اللحمه لما بتنزل الدهون هتنزل على الخضار اللي تحتها مش هتنزل على الفحم، فبالتالي مش هيطلع الدخنه اللي فيها المواد المسرطنه، ففي ناس بتستغل ده وتعمل كده. الناس كمان اللي بتروح المحلات وتلاقي الراجل بتاع الكباب او الكفته جاب لحضرتك الطبق كده شكله حلو وريحته حلو وفرشهولك من تحت بقدونس وخضره، يا ريت ما ناكلش البقدونس والخضره. ليه؟ في حاجات بنورها. ده في ناس فعلا بتحب تاكل البقدونس اللي بيبقى تحت المشويات. بالظبط. في ناس بناخدها كده بالخبره لكن مش فاهمين ليه. البقدونس ده بيمص الدهون، جزء من الدهون والمركبات الضاره اللي لازقه في حته الكفته. فبتقلل الضرر اللي هيدخل جسمي. عشان كده لما تيجي تشيل حته الكفته بتلاقي كم زيوت وكم ابخره طالع. لا تشيليها. لا الناس بتيجي تاكلها، اللي عايز ياكلها بقى يطلب طبق تاني جنبه من غير ما يتحط عليه. من غير ما يتحط عليه بالظبط. يعني اللي هم بيتعاملوا مع البقدونس والخضره دي على انها زي النابكن او زي حاجه بتمتص الدهون شويه من اللحمه، ويعني بس هم مش عارفين كده. هم بيحطوها وراثه، ورثوا الموضوع ده. طيب ازاي نشوي صح؟ الشوايات الجريل اللي هي مفيده ولا مش مفيده؟ الاير فرايرز، الحاجات دي كلها، هل الحاجات دي صحيه ولا نقدر نستبدل فكره الشوي الصحي دي ازاي يا دكتور؟ احنا انت كل الافران دلوقتي يا استاذه نور بقى يجي معاها شوايات. تمام. يعني كل الافران، بس الناس بتبقى حابه طعم الفحم. ايوه. حابه ريحه الفحم. الباربيكيو ده. ايوه. لما تيجي تقولي لهم اشوه ولا اسلقه ولا اعمله بالطريقه العاديه، هو مش عايز يعمل كده. هو عايز طول الوقت ياخد الطعم والشكل اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزها. انما احنا ننصحه في اللي هو بيشويه ده، نقول له استخدم فحم نباتي، بلاش الفحم الصناعي. ما تاكلش الحتت المحروقه في اللحمه. البس كمامه وانت بتشوي. تمام. ازاي؟ انما فرن الكهرباء ممتاز. والمايكروويف لو انا فاكر من فتره كنا عملت مداخله مع او كنت مع حضرتك في البرنامج وقلنا المايكرويف منورني، ربنا يخليك يا فندم، يفضل لتسخين الاكل اكتر من تسويته. انما لو في فرن كهرباء وفي شوايه، فرن الكهرباء بيبقى فيه ملف تسخين جوه نيكل كروم بياخد الحراره، وممكن نسوي بيه الاكل ونخبز بيه المعجنات ونعمل بيه كل حاجه، وده نفس فكره الالكاتيل وسخان الميه والتوستر والشوايه الكهرباء، كل الحاجات دي صحيه جدا، ولا في فحم ولا في دخان ولا في حاجه. الاير فراير معاهم يا دكتور برضو لانها ساعات بتشوي. والاير فراير ما فيش مشكله، الاير فراير نفس فكره الفرن الكهرباء. هو المايكروويف بس اللي احنا بنقول لو انا هستخدم مايكروويف ده مش معمول للطبخ وللتسويه، ده معمول اكتر للتسخين. كمان المايكروويف لازم تكون ماركه محترمه معتمده، لو الازاز مكسور لان دي بتسخن الحاجه بويج باشعه، فبالتالي انا مش عايز حاجه مكسوره ولا ماركه مضروبه ولا حاجه بايظه ولا الكلام ده كله. عشان كده دي تنفع المايكرويف ده لاسره كبيره في العدد بيقعدوا يسخنوا الاكل كتير، كل واحد بياكل في ميعاد مختلف، فالام هتتعب حط في المايكرويف سخاني. انما الطبخ بنطبخ على البوتاجاز العادي او الفرن الكهرباء او فرن الغاز عادي جدا. عظيم. طيب معلش دكتور، قبل ما يعني نخلص مع حضرتك المكالمه، كنت لازم اسال عن حاجه مهمه عن اللحوم، لانه في ناس كتير بتقول انه ما نغسلش اللحوم وان ده ممكن يكون خطر. ايه الصح في التعامل مع اللحمه؟ تتغسل ولا ما تتغسلش؟ وايه الضرر لو حصل حاجه مش اللي المفروض تتعمل يعني؟ طيب تمام. اولا اللحمه اللي بتتجاب من عند الجزار دي مسكتها كذا ايد. وهي نفسها طالعه جنبها احشاء وبتقطع، فاكيد هيبقى فيها نسبه تلوث. أكيد. مش هقول كبيره جدا لكن فيه.
والناس اللي بتغسل الميه وتفتح الميه وتطرطش تملى المطبخ، كل ميه بتنزل بتاخد شويه ميكروبات او بكتيريا تفرشهم لك بتوزعها في المطبخ نفسه. في المطبخ وفي الحوض، اللي هيطلع اللحمه في طبق غويط ويبقى فيه ميه وبالراحه ومن غير طرطشه، ويحط عليها شويه خل ويشطفها ويحطها في الميه بدون ما يلوث وبعد كده ينظف، مفيش مشكله خالص. تمام. اللي عايز يعمل طريقه ثانيه وظريفه جدا، يجيب الحله ويحط فيها الميه على النار ويخليها تغلي، ويحط بقى البهارات وورق اللور بتاعه والحبهان والحاجات اللي عايزها، وياخد اللحمه دي اللي هو مقطعها يحطها جوه الطبخه مباشره. في ناس بتعمل كده وتقعد تشيل بقى الحاجات اللي بتطلع، الميه اللي مش نظيفه او يقشطوا الريم بتاعها او الحاجات دي، الابيض اللي بيبقى فوق ده. وللناس اللي مش حابه كده وتقول لا كده مش نظيفه، اديها غلوه وادلق الميه كلها وارجع حط ميه تاني واطبخ في الاول. يعني لو انت مش عايز تشيل عناء انك تشيل الحاجات اللي بتطلع، لا خلي الميه تغلي وحط فيها البهارات والحاجات بتاعتك، حط اللحمه مجرد ما تاخد قلبتين هيطلع الريم وهيطلع الحاجات بتاعتك، ادلق الميه كلها تاني وحط ميه نظيفه تاني من الاول، ووطي نارك وحط بقى توابلك وحاجاتك، وكده تبقى تجنبت ووفرت وقت كمان. متهيألي كمان الميه السخنه تبقى قتلت البكتيريا. بالظبط، غسلتها وعقمتها وانت دلقتها وما لمستش حاجه خالص، وحطيت ميه جديده واتعمل. دكتور عماد انا بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا. دكتور عماد فهمي استشاري التغذيه العلاجيه، شكرا لحضرتك جدا جدا. خدوا بالكم يا جماعه، احنا طبعا بنموت في ريحه الشوي وبنحبها جدا، واضح كده ان في حاجات كتير احنا بنحبها او متعودين عليها هي اللي بتسبب الامراض الصعبه اللي احنا ما بنبقاش عارفين حتى نواجهها، زي مثلا السرطانات. ناس كتير قوي بتتالم الام رهيبه، طبعا في ناس بتنتصر على السرطان ولكن برده ما زال هو المرض اللي يعني بياخد كتير من احبابنا. فاحنا مهم قوي ان احنا نحافظ على صحتنا على قد ما نقدر، اي حاجه عرفنا انها مش صحية لازم ان احنا نغيرها على طول، ونحاول ان احنا نتعود عليها بالطريقة الصحية، ما يجراش حاجة خالص. احنا اهم حاجة في الاكل ان احنا جسمنا يستفيد.